ماذا تعني كلمة البوار؟ في اللغة لها عدة معان، منها البوار فرط الكساد والهلاك، البائر الكاسد والهالك، وأباره الله أي أهلكه. أصبحت منازلهم بوراً أي لا شيء فيها، وبار عمله أي بطلة، وسوق بائرة أي كاسدة. وقد وردت في القرآن الكريم في قوله عز من قائل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ وقال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد وردت في الشعر العربي على لسان عبد الله بن رواحة: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور.